وبشأن إعلان الهيئة العليا للانتخابات في تونس نتائج الاستفتاء على الدستور، آثار ذلك أيضا على الحياة السياسية في ظل استمرار المعارضة لرفضها لكل تلك الإجراءات. ينضم إلينا عبر سكايب من تونس العاصمة الأكاديمي والكاتب السياسي التونسي الدكتور الأمين البوعزيزي. دكتور أمين، مرحبا بكم. يعني 94% قالوا نعم للدستور، هل ترى أن هذه النسبة كاشفة لحقيقة رضا الشعب التونسي عن الدستور، لا سيما إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن شروط الاستفتاء لم تتضمن نسبة حضور محددة؟ تفضل دكتور. مرحبا بكم، تحية وشكرا لكم على الدعوة والاستضافة. هو أخي يعني من قال أنها 94% هو الشعب التونسي قاطع في أغلبيته المطلقة يعني، وبالتالي الأرقام المقدمة هي قالوا نعم للدستور وليست نسبة المشاركة. 94% قالوا نعم للدستور وليست نسبة المشاركة للالتفات. إيه يعني نعم. هذه النسبة المئوية يعني ممن معناها نستمدها؟ هي أرقام سلطوية في ظل يعني نظام انقلابي سيطر على الهيئة الانتخابات، سيطر على القضاء، سيطر على الإعلام، سيطر على كل شيء، واغتال رمزيا يعني كل مقاوميه، كل من قال لا أعطوني فقط قوة سياسية تقف مع الانقلاب أو ساندت الانقلاب. وبالتالي هذه الأرقام التي قدمتها سلطات الانقلاب تقريبا هي محل سخرية ومحل طعن من الجميع، سواء كان المتابعين في العالم أو من التونسيين. أنا دائما أقول أمرا وحيد، يعني كنتم تتابعون بالأكيد منذ دقائق قليلة إطلالة الانقلابي من جديد في خطاب انقلابي حنجوري آخر، يعني يتحدث عن صناعة التاريخ وعن تصحيح مسار التاريخ وتطهير البلاد. وتعرف هذا القاموس هو قاموس أيام الحرب الباردة، قاموس الانقلابيين الذين يطلون فجرا على شعوبهم. وبالتالي لا أعتقد أن ما يجري في تونس له علاقة بالديمقراطية وله علاقة بالثورة ولا أي شيء، فقط هو يتفنن في اغتيال المعاني، يتفنن في تحويل الكلمات الكبيرة إلى كبائر. المجتمع كما كنتم تقولون يعني مختلف فعاليات المجتمع المدني، مختلف النخب السياسية، الأحزاب، يعني كل ما يمكن أن يعني تم تعريفه ب يعني القوى المنخرطة في الحياة السياسية أو القوى الفاعلة أو الأطراف أو الشعب التونسي المتمسك كونه مواطن يعني موش رعاية، كلهم معناها يعني رافضون. وبالتالي الخطاب الذي ظهر به والأرقام التي يقدمها كلها أنا أسميها يعني خطاب انقلابي خارج الزمن، خارج التاريخ. أي تاريخ سنأتي يتحدث عنه؟ دكتور الأمين، سنأتي على الخطاب الحنجوري، هكذا وصفتموه أنتم، ولكن هناك من يرى أن نسبة الموافقة على الدستور بقدر ما هي قبول للدستور، لكنها بالحقيقة هي رفض للأحزاب والتيارات والحركات التي أدارت المشهد التونسي بعد الثورة. ما دقة هذا الطرح دكتور الأمين؟ أخي الفاضل، يعني على مدار 10 سنوات عاشت البلاد حيوية سياسية مكنت متقاعدا نكرا من أن يصبح رئيسا للبلاد، وبالتالي لا يمكن أن يعني نعتبر أنه يعني حدث قصاص، من حدث انقلاب يعني فاقد لكل غطاء أخلاقي، فاقد لكل غطاء سياسي، انقلاب لا سند له إلا السلاح، وبالتالي انقلب على الناس. إذا كانك هذا البلد فيه 9 ملايين ناخب، هؤلاء 9 ملايين أعلن في البداية تقريب 2,300,000 ما رضاشوا، بعد نهارين زادوه 500,000 أخرى. وبالتالي لا أعتقد أنه معناها الشعب التونسي رافض للطبقة السياسية، يعني أين بقية 9 ملايين؟ أين القوى النشيطة أو القوى يعني الحية في البلاد؟ كلها رأيتموها قاطعت، كلها قالت لا. حتى أني دائما أقول صرخة قد لا توافقوني فيها، لكن أقول هل شاهدتم طابورا واحدا يوم الانتخابات؟ أنا أطعن حتى في النسبة التي أعلن عنها جوز ملايين و800، الأرقام الحقيقية تقول أنه لم يتجاوز 8% من أصل 9 ملايين يعني ناخب.
ثم يعني غضب على الطبقة السياسية، معاقبة الطبقة السياسية تتم بالانتخابات ولا تتم بالانقلاب. العقاب في كل العالم يتم بالانتخاب، عدم تجديد الثقة في النخبة السياسية أو في الطبقة السياسية أو في الأحزاب التي كانت أو يعني انتخبت سنة 2019. أما أن يدوس كل شيء بسنابك الدبابة ويتحدث أن الشعب، ربما إذا كان هو الشعب هذه يعني أمر آخر، أما إذا كنتم تتحدثون عن الشعب التونسي فيعني نسبة المقاطعة تقول أنه معزول ولا يحظى بتفويض شعبي. هو يتغنى يقول ما يريد، ذلك أمر آخر. المتأكد فقط أنه حولنا إلى مسخرة بعد أن كنا مفخرة. طيب دكتور الأمين، لكن الذين صوتوا للدستور يرجعون تصويتهم بنعم، هم يقولون أن الأحزاب قد فشلت في إدارة ملفات البلاد بعد الثورة التونسية على رأسها الملف الاقتصادي. هل هناك وعود قدمها السعيد لتصوت هذه النسبة بقبول الدستور الجديد دكتور الأمين؟ أخي الفاضل، عندما خاض حملته الانتخابية وعندما يعني تقريب رآه التونسيون في الفضائيات يعني عبر ما يعرف ببعض المناظرات، عندما يسأل يقول لا برنامج لي. إلى حد اليوم عندما كان يتحدث كل خطابه إدانة وشيطنة يعني المتمسكين بالديمقراطية خيارا، وبالتالي هو لم يعد التونسيين بشيء، يعدهم فقط بالركوب على موجة الشيطنة والترضيل. هو شعبوي انقضى على الحياة السياسية في ظل ما كنتم تقدمونه، أزمات الكورونا وأثرها القاسي جدا على اقتصاد يعني البلاد، استغل تلك الظروف للانقضاض على السلطة لدوس كل المؤسسات يعني الدستورية. في قادم الأيام بعد أن استتب له الأمر ليحل مشكلات التونسيين، من سيحاسبه في قادم الأيام ليس الطبقة السياسية وإنما من استحمرهم ووعدهم بأنه كما يقول الشاعر المصري أحمد فؤاد نجم، حيجيب الصيد من ذيله ويشبع كل جعان. طيب سنرى هل سيحل. دكتور الأمين بعجالة لو سمحتم، بعد كل الذي تفضلت به، هل سنرى حراكا شعبيا جديدا في تونس بعد أن استحوذ قيس سعيد على جميع السلطات، وهناك من يقول أنه أعاد تونس إلى فترة ما قبل الثورة التونسية، تعتقد ذلك أن هناك حراكا جديدا تونسيا؟ أخي الفاضل، أعتقد أن الطبقة السياسية والمجتمع المدني قدم أقصى ما يمكن أن يفعله، وكنتم تقرؤون حتى بعض التقارير التي يعني وصفت ما حدث، خيضت ملحمة على مدار 10 أشهر في التمسك بالديمقراطية والحياة يعني الدستورية. إن تمكن من يعني فرض ما سماه معناها دستوره الجديد الذي بموجبه أصبح المؤسس والمشرع والحاكم والقاضي والرقيب، يعني تقريبا أمسك بكل السلطات، في قادم الأيام الذين قاطعوه يعني من الشعب أو الذين معناها ساندوه سيطالبونه يعني تقريب أعطينا ما عجزت عنه النخبة السياسية. هو وصل إلى القمة في الوعود وفي السطو على كل المؤسسات، الكرة بيديه. في قادم الأيام سترون من استحمرهم هم من سيحاسبونه، وليست الطبقة السياسية ولا المجتمع المدني. عبر سكايب من تونس العاصمة، أعتذر لضيق الوقت، الأكاديمي والكاتب السياسي التونسي الدكتور الأمين البوعزيزي، شكرا جزيلا لكم.